الهدف هو مزيدا من تخليد شهداء الثورة الجزائرية في المهجر، والهدف الثاني هو إزاحة الستار عن الدور الرسالي الذي ينبغي أن تطلع به المرشدة الدينية. تطرقنا في هذا اللقاء اليوم الدراسي الرائع إلى مواضيع المرأة خلال الثورة الجزائرية، كيف كان دورها مع الرجل، فكانت المجاهدة وكانت الممرضة وكانت الطبيبة ندا وسندا للرجل. ها هي المرأة في عصرها الحالي، العصر الحديث، تمارس تطورا وكبيرا وتؤدي رسالة على أتم وجه، فهي السند أيضا في هذا العصر الحديث بتطورها.